تحتفل كلية طب الأسنان اليوم بتخريج المجموعة الأولى من دورة التقويم الشفاف Clear Aligners بالتعاون مع الأكاديمية الألمانية للتقويم الشفاف. هذا التعاون كان مثمر وجدا تجربة مميزة لكلية طب الأسنان في جامعة القدس باستضافة والتعاون مع أشهر أطباء التقويم والاختصاصيين في مجال التقويم الشفاف. كان هدفي الأساسي من نقل هذا المشروع العلمي إلى جامعة القدس لتكون جامعة القدس الجامعة الأولى في العالم التي تقدم برنامج التقويم الأسنان اللاسلكي. تجربتي كانت في دورة التقويم الشفاف، كانت تجربة رائعة وكانت أول تجربة لإلي في هيك اختصاص. برنامج لأول مرة بنعمل في جامعة القدس، كانت تجربة كتير لطيفة وحلوة ومميزة، وفخورة إني أكون من أول خريجين لهذا الكورس. أكيد اكتسبنا معلومات جديدة ما كنا بنعرفها من قبل، و اكتسبنا إشي ممكن إحنا نعمله في عياداتنا الخاصة، وكتير الناس بطلبوه وكتير حابين يعرفوا عنه. نجاحنا في هاي الدورة هذا أكبر دليل على إنه الشاب الفلسطيني إذا توفرت له الإمكانيات راح يبدأ.